مع اول اجتماع مع المسؤولين داخل النادي الاهلي، ايه الكلمات اللي قالوها المستر بروكش يعني، او الهدف من خلال المهمه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ Já jsem se ještě zatím s trenéry klubu nesetkal. طبعا لسه ما قعدتش مع مدربين قطاع الناشئين عشان لسه جاي امبارح. بعد الانترفيو الجميل ده انا هعمل ميتنج مع المدربين. طبعا سعيد جدا لو وفقنا خبرات الاوروبيه مع خبراتهم اللي اكتسبوها من العمل في المجال الكره المصري. طبعا مش عايز ابقى في بوزيشن ان انا عارف كل حاجه، بس طبعا انا بتحمل المسؤوليه وانا مستعد مع ان انا اتعاون مع مدربين لتحقيق الاهداف. دي اول تجربه ليك خارج التشيك، ولا كان ليك تجارب سابقه قبل كده انك خرجت قبل بره التشيك يعني؟ Mám velmi bohaté zkušenosti. طبعا عندي خبرات كبيره على اساس العمل مع في نطاق الانديه وتحويل المدربين وفي خلال في قاره اوروبا كلها. بس بشكل عملي بس دي اول خبره ليا واول تشالنج ليا في مصر. ان شاء الله توفق فيه. ما شاء الله مستر بروكش بيمتلك سيرة ذاتية كبيرة، يعني لو عايزين نتكلم عنها يعني من أهم المحطات، يعني كنت المدير الفني لقطاع الناشئين في نادي سلاف براغ، ودي كانت محطة مهمة ومن خلالها خرج لاعبين مميزين للمنتخب الأول في تشيك وأيضا كمان لأوروبا كلها. طبعا من سنة 2003 لغاية سنة 2008 أنا كان عندي ليا الشرف أبقى مدير فني في نادي سلافيا براغ. وطبعا ده كانت سنة مهمة بالنسبة لي وسنة مثيرة عشان اللعيبة المولودين في سنة 1998 حصلوا على ميداليات كتيرة في دوري أبطال أوروبا، وبعدين لعبوا في أندية كبيرة في تركيا وألمانيا وفرنسا. وبعد ما اشتغلت في نادي سلافيا جالي عرض من نادي تاريخي دوكلا براغ. نادي دوكلا براغ برضو يعني كان ليك تجربة فيه، كنت من المؤسسين للنادي، كنت رئيس مجلس إدارة ومدير العام والمدير الرياضي، وقدروا بعد 20 سنة يطلعوا كمان للدوري الأول التشيكي. نعم، أول جزء من العمل هناك أنا كنت عايز في نادي دوكلا براغ أجرب إزاي أدير النادي كله. طبعا ده لازم كنا اهتم طبعا بالناحية المادية للنادي، وبرضو عملت خطة للمدربين، فكان على عاتقي كل حاجة في النادي يعتبر. Klub jsem, jakoby, že jsem přišel do klubu a společně s kolegy jsme hráli druhou ligu. ومع زمايلي لعبنا دور درجة تانية. To znamená, že my jsme vlastně byli ve druhé lize. احنا كنا في الدور درجة تانية وبعد ثلاث سنين jsme postoupili do první ligy. طلعنا الدوري الممتاز. A tam jsme dlouho zůstali až do mého odchodu. وقعدنا بقى في الدوري الممتاز لغاية لما انا مشيت من النادي. برضو من المحطات المهمة في السيرة الذاتية لمستر بروكش المدير الفني للاتحاد التشيكي، بتضع الاستراتيجية العامة للكرة في التشيك بداية من الأكاديميات، المنتخبات، الناشئين والشباب والأولمبي، أيضا تطوير المدربين داخل التشيك، وأيضا كمان مشروع الهواة، فكان ده برضو من ضمن الأولويات وانت يعني تتولى المدير الفني للاتحاد التشيكي. Řekl bych to takhle. Pracovat pro federaci nebo pro asociaci je trošku rozdílné, protože musí člověk vnímat opravdu od amatérského fotbalu vše až po ten profesionální.
To znamená, musí mít obrovský záběr. Lazim bikun andi lazim andi tým min musaadin kbir ašan na'raf nasaytir al mawqif. Pro mě obrovskou výzvou challenge kbir li kan liya in ana wana shoghal fi nadi. Může být zaměřená pouze na ty hráče. Li ihtimam kan lazim yinsab fi nahiyat la'ibat al nadi faqat. A naše práce připravit hráče pro A tým. Wal amal bta'ana fi al qita' al nashin kan bijahhez la'iba lil fariq al awwal aw للمنتخب. وطبعا لازم نفكر ان كل لعيب بيعدي من أكاديمية او بيتخطى أكاديمية الاهلي يعني لما بعد ما يخلص لو ما بقاش لعيب في الفريق الاول في النادي الاهلي هيبقى على الاقل من ضمن جماهير النادي الاهلي العريق.